أهلا بكم. أفادت مصادر عسكرية أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على مواقع جديدة شرق المدينة وفرضت حصارا على معسكر التشريفات. وقالت مصادر ميدانية إن الجيش والمقاومة حررا مبنى كلية الطب والمباني المحيطة بالكامل بعد معارك عنيفة مع الميليشيا شرق تعز. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما آخر التطورات الميدانية في تعز؟ وهل سيتمكن الجيش من تقليص حصار الميليشيا وإيقاف استهدافها للمدنيين؟ في الوقت الذي تشتد فيه معارك تعز، تعود الميليشيا لقصف الأحياء السكنية بطريقة توصف بأنها انتقام من المدنيين بعد حجم الخسائر التي تتكبدها في الميدان. هكذا بات المشهد في المدينة التي تصحو وتنام على أصوات المدافع. وفيما يستمر القصف العشوائي على المدينة والريف، تواصل قوات الجيش والمقاومة محاولة كسر الحصار الذي تفرضه الميليشيا منذ ما يقارب السنوات الثلاث. مصادر ميدانية قالت إن قوات الجيش باتت تطوق بشكل كلي مسلحي الميليشيا المتمركزين في معسكر التشريفات وأماكن كثيرة في الجبهة الشرقية والشمالية الغربية. نتابع التقرير التالي ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. مع استمرار القصف العشوائي في تعز واستخدام الميليشيا مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة في ضرب الأحياء المزدحمة بالسكان والتي تسفر كل يوم عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين، تعود الأنظار إلى مسرح العمليات العسكرية في شرق المدينة، حيث تخوض قوات الجيش معارك هي الأعنف منذ أيام تمكنت خلالها من السيطرة على كلية الطب وأجزاء محيطة بها. التقدم الميداني واتساع دائرته في الجبهة الشرقية بحسب قوات الجيش لم يتوقف هنا، بل إنه ما يزال متواصلا، حيث أكدت مصادر عسكرية تمكن الجيش من تحرير محيط البنك المركزي وعدد من المباني المجاورة. نحن الآن نقف في كلية الطب رئاسة جامعة تعز بعد أن حررها الأبطال، وإن شاء الله طبعا هي تبعد عن القصر الجمهوري مسافة أمتار من 6 إلى 10 متر، وإن شاء الله في القريب العاجل نقف معكم مع الإعلاميين في القصر الجمهوري إن شاء الله. وفيما تدور المعارك في الأحياء الشرقية المحاذية للقصر الجمهوري، قالت مصادر ميدانية إن المواجهات ما تزال على أشدها أيضا في محيط مدرسة عمار بن ياسر، حيث باتت قوات الجيش تفرض حصارا كليا على مسلحي الميليشيا المتمركزين في معسكر التشريفات. وكالعادة كلما اتسعت رقعة المعارك الميدانية تعود الميليشيا لقصف الأحياء الآهلة بالسكان التي باتت أهدافا رئيسية لقصف شديد ومتواصل. تقول المصادر إن الميليشيا تشنه منذ ما يقارب الخمسة أيام من مناطق تمركزها إلى وسط المدينة وشرقها. تشتد وتيرة المواجهات وتمتد رقعتها في كل المناطق الشرقية والشمالية والغربية لتعز. وفيما تتجه الأنظار إلى طبيعة التقدم الميداني واتساع خارطته العملياتية لصالح قوات الجيش، تواصل الميليشيا قصف المدنيين واستهداف الأحياء السكنية المكتظة. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بمن انضم إلينا الآن من تعز، العقيد توفيق عبد الملك، قائد القطاع الأول في لواء 22 ميكا. أهلا بك سيادة العقيد. حياكم الله وحي جمهور قناة السياسة الفضائية. أهلا وسهلا بك سيادة العقيد. هلا أعطيتنا يعني تلخيصا لآخر التطورات الميدانية في تحديدا الجبهة الشرقية لمدينة تعز. بحمد الله سبحانه وتعالى، كما شاهدتم وسمعتم في الأيام الماضية ونقلت كاميراتكم وغيرها من الكاميرات الفضائية، شاهدتم الإنجاز الذي حققه أبطال تعز من رجال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في محيط القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات. إنجاز كبير جدا في الوصول إلى قرب معسكر التشريفات والقصر الجمهوري الذي يبعد كما سمعتم أمتار محدودة عن آخر المناطق التي وصل إليها رجال الجيش الوطني في محيط كلية الطب. تم اليوم تمشيط كثير من المباني شمال كلية الطب التي كان ما يزال فيها بعض القناصة وبعض السكنات العسكرية لميليشيات الحوثي والمخلوع. أبطال القطاع الثاني من رجال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية قاموا بجهود كبيرة جدا في معارك الثلاث الأيام الماضية، انتصروا فيها لدماء الأطفال والنساء الذين مزقت أجسادهم الطاهرة قذائف الميليشيات الإجرامية من ميليشيات الحوثي والمخلوع التي طالت الأبرياء في كل حارات وأحياء مدينة تعز.
الحوثيون والمخلوع هم عبارة عن طبوة تجار دماء مارسوا هوس وشهوة للانتقام ما عجزوا عن تحقيقه من دماء الأبطال، حاولوا تعويضه من دماء الأطفال في كافة حارات وأحياء مدينة تعز. هناك عمليات أخرى في القطاع الأول في محيط اللواء 22 ميكا في الجهة الجنوبية لمعسكر التشريفات، معارك شرسة وضغط مستمر لتحرير وإسقاط البيوت المحيطة بمعسكر التشريفات من الجهة الجنوبية ومدرسة محمد علي عثمان، وستتكلل بالنجاح والانتصار والإنجاز إن شاء الله سبحانه وتعالى خلال الساعات القادمة بإذن الله. طيب يعني هل لك الآن أن تعطينا وأن تضع المشاهد بشكل أكبر عن طبيعة الأماكن التي تتموضع بها قوات الجيش والمقاومة في تعز وميليشيات الحوثي والمخلوع؟ أين هي نقاط التماس؟ أين أبرز الأماكن التي يتوقع أن تشهد تقدما للجيش فيها؟ أخي الكريم، نضع مشاهدي قناة بلقيس وكل الأحرار في الوطن اليمني والعربي والعالم على صعوبة العمليات العسكرية التي تخوضها المقاومة الشعبية والجيش الوطني في مناطق سكنية آهلة بالسكان، في مناطق عبارة عن حرب شوارع، عبارة عن إسقاط دكانات وبيوت ومساكن ومؤسسات استخدمتها الميليشيات الحوثية بعد أن أجلت وشردت وعملت على نزوح كثير من أبناء هذه المناطق واحتلتها. أصبحت العملية في السيطرة عملية صعبة ومعقدة في العرف العسكري. الإنجاز العسكري في حروب الشوارع والمدن يقاس بالأمتار وليس بالكيلومترات. هذه المناطق مناطق خلال السنتين استطاعت ميليشيات الحوثي أن تعد منها سكنات و فارس وخنادق هندسية بشكل هندسي كبير جدا، لكن لا شيء يقف أمام إرادة رجال المقاومة والجيش الوطني، لا شيء يقف أمام إرادة الله سبحانه وتعالى في التحرير وإنقاذ أبناء هذه المدينة التي عانت الحصار وعانت التجويع وعانت القصف اليومي عبر ميليشيات الحوثي والمخلوع. حين ننظر إلى الموقع العسكري المهم الذي تم تحريره في الأيام الماضية ابتداء من مبنى الملك المركزي وكلية الطيب وصولا إلى معسكر التشريفات والقصر الجمهوري، نكون من خلال هذا التحرير الكامل والذي سيكتمل في الساعات القادمة بإذن الله نكون قد أنهينا آخر تواجد للحوثي في منطقة شرق تعز. لم يبقى له إلا الأمن المركزي الذي سيصبح تحت نيران المقاومة من خلال القصر الجمهوري ومن خلال كلية الطيب ومدرسة عمار بن ياسر. لم يبقى له بعد ذلك إلا طريق الحوبان وهي المرحلة الأخيرة بإذن الله سبحانه وتعالى. تتمترس ميليشيات الحوثي والمخلوع في تبة السلال والجعشة وهي مناطق مرتفعة، سيجد أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية طرق بديلة، سيتم الالتفاف على ميليشيات الحوثي والمخلوع، سندخل شارع الحوبان، سنسعى في تحرير النهائي والأخير من المنطقة الشرقية بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب يعني هذا يضع التساؤل الآن، إلى أي مدى يمكن أن تكون عمليات التحرير هذه مستدامة؟ بمعنى ألا يحصل نوع من التراجع فيما سيأتي من الزمن حتى تعود الميليشيات إلى هذه المناطق؟ هل هناك ما يكفي من الإمكانات العسكرية لديكم أنتم في الجيش لتأمين هذه المواقع والحفاظ على هذه الانتصارات؟ بحمد الله سبحانه وتعالى أخي الكريم، فضل الله سبحانه وتعالى كان معنا منذ أن أعلن المقاومة قبل سنتين ومنذ أن جاءت عاصفة الحزب ومنذ أن تدخل التحالف العربي لإنقاذ الشعب اليمني وإعادة الشرعية ودحر التمرد والانقلاب الحوثي العفاشي. بدأنا من الصفر، بدأنا بإمكانات بسيطة جداً، خضنا معارك شرسة طوال السنتين الماضية أكبر وأكبر مما نخوضه هذه الأيام بإمكانات بسيطة بجهود فردية. المقاومة اليوم تحولت إلى جيش وطني، المقاومة السلاح ما يحقق الصمود والثبات والإنجاز، بل قبل السلاح امتلكنا الإرادة، امتلكنا العزيمة، امتلكنا القضية العادلة التي ننتصر لها ونعمل من أجلها في مقابلة إصابة باغية معتدية لا ترقب في مؤمن إلا ولا ذمة.
عصابة باغية تتاجر بدماء الأطفال والنساء الأبرياء في كافة حارات وشوارع محافظة تعز وبقية محافظات الجمهورية التي تشهد جبهات قتال مشتعلة. نحن نشكر لإخواننا في قيادة التحالف العربي ما يقوم من جهد، لكن نقول لهم أن هذا الجهد لا يكفي لعملية التحرير. نحن بحاجة إلى جهد كبير وإمكانات أكبر لإكمال مهمة التحرير الأخيرة لمحافظة تعز. هناك عمليات، هناك خطط عسكرية، هناك خطط تدرس في إطار القيادة العسكرية وفي إطار قيادة التحالف. هناك برامج تعاد لتأهيل وتدريب الجيش الوطني في كافة المعسكرات في مدينة تعز ومحافظة تعز. ما نملكه من معنويات وما نملكه من عزائم وإرادات يفوق ما يملكه الحوثي. ما نملكه عتاد وإن كان بسيطا لكنه يغني عن أي نوايا شريرة لميليشيات الحوثي والمخلوع للعودة إلى ما حققناه من إنجاز. إذا عدتم أخي الكريم إلى مجريات الحرب التي مرت معنا خلال سنتين، لم تنكسر المقاومة الشعبية والجيش الوطني في مدينة تعز خلال سنتين مرت. لم نتراجع من منطقة عسكرية خلال سنتين، لم نخسر موقعا حررناه خلال سنتين، بل قلاع الحوثي ومتارسه هي التي تتساقط باستمرار وهي التي تسقط في أيدي رجال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بحمد الله سبحانه وتعالى. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سيادة العقيد توفيق عبد الملك، ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام من تعز أيضا الصحفي راكان الجبيحي. أستاذ راكان، إذا يتحدث العقيد توفيق على تقدمات ميدانية في الجبهة الشرقية، ضغط أكبر على معسكر التشريفات قرب القصر الجمهوري، محور كلية الطب ومناطق كلية الطب ورئاسة جامعة تعز إلى آخره. إذا هناك تقدمات ميدانية، لكن بالمقابل هناك قصف يعني على الأحياء السكنية من قبل ميليشيات الحوثي. إلى أي مدى هي الأوضاع صعبة بالنسبة للمدنيين بداخل مدينة تعز؟ نعم أخي الكريم، مساء الخير لك وللقائد العظيم العقيد توفيق عبد الملك قائد القطاع الأول في 2020 ولكل الأطفال في الجبهة الشرقية وغيرها في كل محافظة تعز. طبعا التقدم الذي عرضه قوات الجيش الوطني في شرق تعز تحديدا في جوار القصر الجمهوري والتشريفات كان تقدما نوعيا ياتي نتيجه القصف الذي تشنه ميليشيات الكلابيه، تردم على القصف الذي تشنه ميليشيات الكلابيه بحق المدنيين وبحق الاحياء السكنيه في وسط المدينه، والذي كشفت خلال الايام الماضيه من قصفها بمختلف الاسلحه والقذائف على المدينه والمدنيين ادى الى سقوط العديد من الابرياء من المدنيين ما بين شهيدين وجريح. قيادة الجيش الوطني في الجبهة الشرقية تحدثت عن هذا التقدم النوعي الذي أحرزته خلال اليوم واليومين الماضيين يأتي كرد وثأر للأبرياء الذين سقطوا خلال هذه اليومين من نتيجة قصف الميليشيات الإرهابية الذي استهدف الأحياء السكنية وكذلك استهدف المدنيين بدرجة أساسية. الميليشيا الكلابية تواصل قصفها العنيف والمستمر من حين لآخر، تلجأ إلى القصف نتيجة ما تتعرض له من انتكاسات في الجبهة الشرقية. طيب أين يتركز القصف أستاذ راكان؟ أين يتركز هذا القصف على الأحياء السكنية؟ نعم أخي الكريم، القصف يتركز على أحياء سكنية مكتظة السكان، هي يتركز القصف ايضا على شوارع مليئه بالماره وبالمدنيين والمواطنين، حيث مع قدوم شهر رمضان الكريم وخروج الناس لشراء حاجاتهم في اسواق شعبيه واسواق مكتظه بالناس وبالمدنيين واحياء سكنيه، حيث انها تستهدف ايضا هناك اوقات معينه تقوم الميليشيا الكلابيه بقصفها في هذه الاوقات لإدراكها بكونها هذه الأوقات تعد وقت خروج للمواطنين وقت خروج للمدنيين في الأحياء السكنية أيضا وفي الشوارع والأسواق الشعبية. إذا أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ راكان. أعود إلى العقيد توفيق عبد الملك قائد القطاع الأول في لواء 22 ميكا. سيادة العقيد، الآن أنت تتحدث عن
تكلفة يعني في المعركة، خاصة عندما تكون في أحياء قامت الميليشيات بإفراغها من سكانها واحتلت هذه الأماكن وبنت خلال عامين كما تتحدث ثكنات عسكرية فيها. هذه التكلفة الكبيرة للمعارك الدائرة في المنطقة الشرقية في أنحاء مدينة تعز عموما، كيف يمكن تقنين هذه التكلفة بأقل قدر من يعني التكلفة العسكرية وحتى المدنية أيضا؟ أخي الكريم، نحن في مدينة تعز ندفع تكلفة باهظة من دماء خيرة أبناء هذه المحافظة الذين أبوا الخضوع والركوع، الذين رفضوا النزوح والتشريد، الذين قرروا أن يموتوا واقفين لا أن يعيشوا تحت ذل ميليشيات الحوثي والمخلوع. نحن ندفع ثمن هذه الحرب بسبب الحصار الذي فرض علينا، بسبب الأمراض والأوبئة التي انتشرت في الفترة الأخيرة، لا سيما مرض الكوليرا الذي حصد الكثير من الأبرياء في هذه المدينة، وندفع من دماء أبنائنا رجالا ونساء أطفال وكبار الذين يقتلون بشظايا ورصاص وقذائف الميليشيات الحوثي والمخلوع التي ترسل حمم الموت وقذائف الدمار والخراب إلى الآمنين في بيوتهم وفي غرف نومهم في محلاتهم وفي شوارعهم. لكن بإذن الله سبحانه وتعالى النهاية قريبة للخلاص من هذا السرطان الذي جثم على صدورنا، النهاية قريبة للتحرير بإذن الله سبحانه وتعالى. الكلفة يمكن أن نخفض هذه الكلفة من خلال عملية تحرير شاملة، من خلال رمح أو شهم أو غيره من السهام والرموح والسيوف التي أعلنت في تحرير كثير من المناطق، سواء في مأرب أو الجوف أو في عدن أو في الشريط الساحلي. يقوم التحالف العربي بجهود مشكورة، ونحن ننتظر أن يعلن خطة لتحرير هذه المدينة برمح ذهبي، بسيف ذهبي، بشهم ذهبي، بأي مسمى من المسميات التي تعودنا أنها تتكلل دائما بالنجاح حين يريد التحالف ذلك. نحن ننتظر من التحالف هذه اللحظة التي يقرر فيها التحرير النهائي وتخليص أبناء محافظة تعز من سرطان الحوثي والمخلوع. نحن لا نفقد في تعز قدرات وكوادر بشرية، فهناك عزائم وإرادات ومعنويات مرتفعة جدا لرجال المقاومة والجيش الوطني الذين يملؤون كافة الجبهات. هناك مخزون كبير جدا من الرجال الشجعان الذين ينتظرون لحظة التحرير النهائي والخلاص من سرطان الحوثي والمخلوع. هناك إمكانيات في الجيش الوطني ما يقرب من 30,000 تم ترقيمهم أو اعتمادهم من أبناء الجيش الوطني المقاومين الأحرار الذين كانوا يعملون في الجيش السابق. لا ينقصنا أعداد، ينقصنا عملية تحرير شامل تشترك فيها المدرعات والدبابات، تشترك فيها الطائرات والأباتشي، تشترك فيها، تعد فيها خطة كبيرة للتحرير تشمل تحرير المنطقة الشرقية بأكملها بإذن الله سبحانه وتعالى، وهي المناطق المتبقية، لنصل إلى محافظة إب من خلال تحرير المنفذ الشمالي في الستين، أو من خلال تحرير شارع الحوبات، أو من خلال تحرير الجيوب والتكنات الممتدة بين منطقة كرش ومنطقة حوبان. إذن أشكرك، كنت معنا عبر الهاتف من تعز العقيد توفيق عبد الملك، قائد القطاع الأول في اللواء 22 ميكا. وأعود إلى الصحفي راكان الجبيحي. أستاذ راكان، إذن يقول سيادة العقيد أن عملية تحرير شاملة مدعومة بشكل واضح من التحالف هي التي ستقلل التكلفة العسكرية والمدنية في أوساط يعني في داخل تعز. ما هي يعني برأيك الممكنات بالنسبة للوضع الآن في تعز لأن يحصل خلال الفترة القادمة، خصوصا ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك؟ نعم ناقد عزيز، تقدم ملحوظ الذي يحرزه الأبطال قوات الوطني كان له دور
سيكون له دور لربما كبير في تخفيف معاناة المدنيين من ناحية التمكن من السيطرة على المواقع أو على بعض المواقع التي تطلق بليتاتها في نيرانها وقذائفنا كاستجابة السلال والقصر الجمهوري وأيضا تبة السلسل الذي تأتي في شرق المدينة. هذه العملية العسكرية لا شك مخططة ومدروسة بشكل عسكري يكمن أهمية التقدم إلى انعكاسات إيجابية لما يخدم المواطن ولما يخدم أيضا المدينة بشكل عام. فتقدم هنا تكمن أهميته في السيطرة على مواقع كانت تتمركز فيها ميليشيات انقلابية وتكثف من قصفها بشكل مستمر على الأحياء السكنية وتستهدف الجرد أساسية المدنيين بشكل أساسي. فالتقدم الذي يحرزه قوات الميليشيا الوطني مدعوم من قوات التحالف ولو أنه بشكل نسبي إلا أنه سيكون له تأثير وسيكون له إيجابيات قادمة مع قدوم شهر رمضان المبارك في ظل خمول في جبهة القتال دام لأشهر طويلة خلال الأشهر السابقة. طيب بسؤال أخير أستاذ راكان، وأنت تحدث قبل قليل عن شهر رمضان وأن الناس يخرجون الآن إلى الأسواق حتى يعني يقضوا حاجياتهم قبل بداية هذا الشهر، وهناك استهداف للمدنيين أثناء ذلك، هل هناك نوع من يعني التركز في أماكن معينة ما يسمح بزيادة التكلفة عندما يتم أو يحدث قصف معين؟ وكذلك عموما الناس في داخل تعز كيف يتعاملون الآن مع الوضع بعد يعني الحرب مستمرة منذ أعوام؟ المدنيون أصبحوا يعتادوا على المضي في حياتهم بهذه الشكلية المعتادة، يمارسون حياتهم كما لو أنه لم يحدث شيء أو لم يكن هناك حرب بطبيعة الوضع المعيشي وبطبيعة الوضع الراهن. فحياة الطلاب مسيرتها وأيضا الحرب تفرض نفسها على مدينة تعز وبدور من المدنيين أيضا بقدر ما يعيشونه من حصار وبقدر ما يطلقونه من قصف وقذائف بشكل مستمر، إلا أن النزعة النضالية والحرية والكرامة تتشبث في أرواحهم وتتلبس أرواحهم نتيجة مقاومتهم لكل قساوة الحياة ولكل سلبيات الحياة التي فرضت أساليبها على المدينة وعلى المدنيين بشكل. أشكرك أستاذ راكان الجبيحي الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز، كما أشكر من كان معنا قبل ذلك العقيد توفيق عبد الملك قائد القطاع الأول في اللواء 22 ميكا. كما أشير مشاهدينا الكرام إلى أنه كان يفترض أن يكون معنا من تعز أيضا وكيل المحافظة الأستاذ عارف جامل، لكن يبدو أن هناك مشكلة من المصدر منعت التواصل معه اليوم، مشكلة تقنية على ما يبدو. إذن مشاهدينا الكرام في ختام هذه الحلقة شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة والإنصات، وفي ختامها أيضا تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات الزميل محمد عبد المغني معد الحلقة وبقية أفراد الطاقم الفني. إلى حين الملتقى دمتم والوطن بألف خير، في أمان الله.